اللقاء والعطاء من أرضية عاصمة الميادين ميدان الوثبة عبر قناة ياسر الرياضية. ينطلق بحفظ من الله ورعايته شوطنا السابع للقعدان الإذاعة المحليات الأصايل، رحلة إلى الشواط الخمسة كيلومتر. تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لجميع المشاركين في جميع هذه الأشواط. مقدمة الشوط المارد من ياتي مع الصدارة أحمد بن حميد بن دويس الشامسي من يقدم المارد مع المركز الأول. نقلة مباشر إلى ثاني المراكز من ياتي مشاهدين الكرام الملثم. تعود الملكية لسعيد بن جابر من يتقدم مع المركز الثاني في هذه اللحظات. ثالث المراكز اللي في المركز الثالث غازي ساري بن محمد بن طويل بن منصوري يقدم هذا الاسم مع المركز الثالث. المركز الرابع من ينطلق بعيد تعود الملكية محمد بن صالح بن مقرن العامري من يقدم لنا بعيد مع المركز الرابع. خامسي المراكز ينطلق مشاهدينا الكرام ويتقدم، هذا الانطلاق ياتي في هذه اللحظات بتقدم ممتاز مشاهدينا الكرام. ياتينا الغزال محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يتقدم مع المركز الخامس. المركز السادس، سادس المراكز عزام عبد العزيز بن حمد بن حمدان الوهيبي محتلا مع المركز السابع. ثامن المراكز اللي في المركز الثامن ينطلق في هذه اللحظات وسابع المراكز مشاهدينا الكرام الاسد سلطان بن سليمان بن ناصر الشامسي. نشوف اللي في المركز الثامن من يتقدم في هذه اللحظات وياتي الاسد مطر بن سعيد بن متعب برميدان العفاري. تاسعي المراكز القادم والواصل زعفران عبد الله بن سالم بن حزيم بن حزيم الفلاسي يتقدم مشاهدينا الكرام مع المركز التاسع. وفي عاشر المراكز وختام النداء الاول النصر صقر بن عبيد بن مبارك الحارثي. هكذا النتيجه والنداء الاول لشوط القعدان الاذاعه المحليات الاصايل. مقدمه الشوط والمركز الاول المارد، المارد على الصداره، المارد مع المركز الاول من سكان المقدمه احمد بن حميد بن دويس الشامسي في مقدمه هذا الشوط ومع المركز الاول منذ انطلاق الشوط وهي يسيطر بقيادة المسيرة يتكفل بزمام الأمور مع مقدمة الشوط. المركز الثاني غازي ساري بن محمد بن طويل بن منصوري يقدم هذا الاسم لغازي، ولكن المجازف يقدم الغزال، غير الغزال واحتل مع المركز الثاني محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الثالث من ياتي ومشاهدينا الكرام غازي ساري بن محمد بن طويل بن منصوري. رابع المراكز هناك ينطلق ويتقدم في هذه اللحظات ياتي الملثم سعيد بن جابر من يقدم هذا الشعار مع المركز الرابع. من قدم لنا الناموس في هذا الصباح يقدم لنا الملثم، وهذا الخطر من الملثم، حذاري من هذا الشعار. المركز الخامس، خامس المراكز عزام عبد العزيز بن حمد بن حمدان الوهيبي المهندس يتقدم ويقدم لنا عزام القادم والواصل في هذه اللحظات بعيد محمد بن صالح بن مقرن العامري. ومن الجانب الآخر من يتسلل من مركز إلى مركز الكاشح، الكاشح لسالم بن جابر بن عبد الله الحربي أول إذاعة الكاشح يكشح من مركز إلى مركز لناموس هذا الشوط إلى الفوز والإبداع والانتصار الوصول والقدوم. يأتي هناك زعفران عبد الله بن سالم بن حزيم الفلاسي بن حزيم يتقدم وينطلق مشاهدين الكرام الوصول والقدوم من النصر صقر بن عبيد بن مبارك الحارثي. هكذا الأسماء، هكذا الشعارات، هكذا الانطلاقات مشاهدين الكرام في عاصمة الميادين. ولكن أهل منازف وين؟ أهل منازف والمجازف هناك مع الصدارة مع مقدمة الشوط من قدمنا الخمس الأشواط بالفوز والناموس والخمس النقاط الذهبية يوم الأمس في سن اللقاية مع التوقيت الأفضل يقدم لنا الإبداع هذا الشعار، وقدم لنا اليوم الناموس في هذا الصباح يقدم هذا الاسم للغزال مع المركز الأول. الكاشح، الكاشح والغزال، الغزال والكاشح. الكاشح بدأ يتقدم، بدأ يغير إلى المركز الثاني. الناموس إلى وين؟ هناك مشاهدين الكرام المارد أحمد بن حميد بن دويس الشامسي. المركز الثالث من ياتي عزام عبد العزيز بن حمد بن حمدان الوهيبي. يا سلام القادم مشاهدي الكرام زعفران عبد الله بن سالم بن حزيم الفلاسي من يتقدم مشاهدينا الكرام. هكذا الانتصارات، الكل باحث، الكل باحث عن الفوز
والإبداعي والانتصار. بن حزيم قادم مشاهدينا الكرام والغزال مع الصدارة، ولكن بن حزيم من يقدم مشاهدينا الكرام؟ زعفران، زعفران والغزال المركز الثالث الكاشح، حذاري من الكاشح مع المركز الثالث. المركز الرابع يتقدم مشاهدينا الكرام عزام عبد العزيز بن حمد بن حمدان الوهيبي، الوصول الجديد القدوم معزز، وصل الظاهري مع معزز، اول اذاعه من معزز، ديروا بالكم من معزز قادم بكل قوه. ما يبنى لطاري راعي الحذرمي يوم الامس، ولكن المجازف بدا يعلم باقلاعه، بدا يعلم بمغادرته. ما يصح الا الصحيح، ليس بمستغرب لهذا الشعار، ليس بمستغرب. عودهم هالمنازف، عودهم عودهم، بدل على اليمين وعلى اليسار. من اقترب من ال 400 متر الاخيره، ما شاء الله وتبارك الله. الغزال 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 محمد بن عتيق بن زيتون المهيري بو سعيد، بو سعيد مشاهدينا الكرام. هنا المجازف حضر بقوه وبناموس هذا الشوط للمره الثانيه في هذا. هناك مشاهدينا الكرام مع الفوز والابداع والانتصار، وتهانينا والناموس لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري، قدم لنا الابداع يوم الامس. سلام منازف، سلام على هذا الفوز والانتصار. غزال محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المركز الثاني. هناك مشاهدينا الكرام زعفران عبد الله بن سالم بن عزيم الفلاسي المركز الثالث. ثلاث المراكز معزز مبارك بن سعيد بن عبد الله الظاهري رابع المراكز. من وصل مشاهدينا الكرام؟ هناك عزام عبد العزيز بن حمد بن حمدان اللهيبي المركز الخامس. اللي في المركز الخامس هناك مشاهدينا الكرام جزام عتيق بن سيف بن عبيد بن سعيد بن كديده. نذهب مباشره الى التوقيت الزمني. الغزال محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، تهانينا والناموس. قاطع المسافه في زمن وقدره مشاهدينا الكرام 7 دقائق 32 ثانيه. ثمانا من الاجزاء تهانينا لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري المركز الثالث الثاني. نشوف اللي في المركز الثاني. هناك مشاهدينا الكرام زعفران عبد الله بن سالم، هنا بن حزيم الفلاسي من يقدم لنا زعفران مع المركز الثاني. قاطع المسافه في زمن وقدره مشاهدينا الكرام. التوقيت الزمني سبع دقائق 35 ثانية جزء واحد من الثاني. تهانينا لمالك زعفران عبد الله بن سالم بن حزيم الفلاسي المركز الثالث.